بذبح عظيم كبش، هذا احنا نقولوا بان فيه كوليسترول. الكوليسترول موجود في العنز، يعني اللي قال لك شي حاجه عطيه الهاتف ديالي اتصل بيا بغيتوني رجع رجع، لا شي واحد بدا ينغنغ ولا ما عجبوش الحال. العنز فيه الكوليسترول نفس الطبيب الذي يقول للاشخاص كلوا المعز اصحاب السكري، راه ما فيش هذا، راه يكذب على الناس. العنز فيه كوليسترول بحاله بحال الغنم، ناقصه 0.02 ولا 0.04. الكوليسترول اللي في المعز هو الكوليسترول اللي في الغنم، غير بغاو يحرموكم، بغاو يحرموكم من اللحم السمين ديال الغنم. صافي، احنا كناكلوا كنشويوا كناكلوا اللحم الغنمي وكناكلوا اللحم السمين وكنغيضوا اوروبا. هنا اوروبا ما تاكلوش الشحمه، كنغيضوا غنغيضوها بالشحمه، كنقولوا حنا ناكلوا الشحمه وناكلوا اللحم السمين وما عندناش كوليسترول. نعم، لاننا الانسان ديالنا كيتحرك كيخدم كيعمل. نعم، إذا تحركتوا نعم، ولكن إذا بغيتي تعيش بحال الأوروبي وتاكل بحال المغربي لا، ما تصلحش لك. خاصك تعيش مع المغرب، تحرك وتخدم وتاكل السمين وتاكل الشحمة. هذه المقولة ديال الماعز والناس في العيد الكبير ولو كيمشيو يقلبوا على العثروس، ودابا الماعز راك شتو الثمن ديالو ارتفع ولا شي حاجة، راه جودة متدنية، جودة العنز جودة متدنية، جودة متدنية صفر أمام الجودة ديال الغنم. بلا ما يبقاو يكذبوا عليكم ولا اثنين. احنا إن شاء الله أنا نشرت في الاذاعه تكلمت على مرتين، والمنشورات اللي نشرت في الصباح نشرت ثلاثه المناشر على العنز، ولا عباد الله بغاو يتصنتوا لنا. لا، انا قال لي الطبيب كل معز. يا سيدي، راه الاطباء ما تيقراوش التغذيه، الله يرضي عليك، راه كليات الطب ما كيقراوش التغذيه الاطباء، لان شيء سياسي. الدول العربيه كليات الطب ما كيقراوش التغذيه، ما كاينش عندهم التغذيه، ما كيقراوش، ما خاصهمش يعرفوا التغذيه، لان عرفوا التغذيه غادي يرجعوا للطب العربي، الطب النبوي. سياسة هذه كانت من الأربعينات، ممنوع التغذية تقرف كلية الطب في البلاد العربية. أي مشكل الناس الأطباء أنفسهم، هم أنفسهم كيسولوا على بعض المواد، تيسولوا أنفسهم شنو ياكلوا. عندك دياري إيه، كل خيز والروز والشوكولاتة، منين جبتي هذه؟ منين جبتي هذه الكذوبة هذه الخزعبلات؟ منين جبتي هذه؟ الشوكولاتة والروز والخيز منين جبتي؟ ما تاكلش واشرب الماء ولا اشرب أتاي ولا اشرب الزعتر. هكا خاص الطبيب ينصح الناس، هو الطبيب كيعرف شنو هو الشاي وكيعرف شنو هو الزعتر. ولكن لا، ماشي الناس الجهل ديالو كونه انه طبيب انه قاري في كليه الطب كيبقى يزدح كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. ما عرفتيش اسكت، حنا ملي كما كنعرفوش كنسكتوا. يعني تخصص علم التغذيه في بكالوريا زائد 6 سنوات، الطب عندهم بكالوريا زائد 6 سنوات. سمعتوني اش قلت؟ تخصص التغذيه بكالوريا زائد 6 سنوات. انا درت بكالوريا زائد 13 سنه في التغذيه، لانني زدت دياتيتيك، زدت علم الحمية وزدت البيوتكنولوجيا. والطب عنده بكالوريا زائد 6 سنوات، يعني تخصص التغذيه مع التخصص ديال الطبيب نفس السنوات ديال التعليم، باش حنا ما كنجرؤوش على الطب. انا ما عمرني غنفحص شي واحد ولا نقول له شي حاجه. كاين اعراض اللي عندها علاقه بالتغذيه كنعرفوها حنا احسن من الاطباء. ولكن ما تجرؤوش حتى هما على التغذيه، لانهم لا يعلمون شيئا، غادي يقتلوا الناس وغادي يزكيوا المنتوجات الاوروبيه. لانهم هما دابا كل شيء كيمروا عبر الوامس، عبر المسائل. ولو كان الاطباء، لو كان الاطباء عرفوا ما معنى الحديد في الطحين وما معنى الفيتامينات في الزيوت لكانوا قاموا على قدم وساق حتى وزاره الصحه تحيد هذا القرار، ولكن لانهم يجهلون الموضوع، اطباء يجهلون الموضوع، فاقدوا الشيء لا يعطي. هذا ما معنى على انهم خايبين، لا، هما ما قراوش. دائما غادي يقول لك الروكفور، الفروماج، الجبن، لانه قاري في كليه الطب في فرنسا، ولانهم فاهمين ان شنو هو الجبن مغذي، فيه بروتينات، فيه هذه الاطفال الصغار، هذه مفهمين ليه. هذه غير بيبليسيتي ديالهم ديال الاغراق ديالهم. ما يمكنش، ما شاء الله. لما كنت نسال الاساتذه دابا في الرباط في السويسي، قلت لهم ودي بماذا تنصحون بعد العمليه الجراحيه؟ قال لك ما كنصحوش بشيء كثير، يعني بعدا كيشربوه اللويزه ولا شي حاجه، خصو الليكيد، خصو يشرب شي حاجه باش يتقيل، لان في البنج كيكون في البنج، وملي يفيق مزيان ويستراح وسميتو علاش شنو ياكل. قال لك ما كنصحوش بكثير. العمليات الجراحيه خاص موالها ياكلوا الدجاج البلدي، هذه يعني ما فيهاش تمام. اللي عنده شي واحد في السبيطار غادي يفتح يوجد ليه المرقه ديال الدجاج البلدي، يعطيها ليه يشربها، ما يديش ليه بنان، ما يديش ليه اليوغورت، يدي لي المرقه ديال الدجاج البلدي يعطيها لي يشربها. والناس غادي المريض السبيطار وغادي لي بالسم، غادي لي بالبنان، وغادي لي بالتفاح فيه المبيدات، وغادي لي بالاثمان. يعني على الاقل ما تسير عنده قول له كيبقى يتي فلان والله يشافي طهور ان شاء الله. ولكن تقتل المريض داخل المستشفى لا، ولا على اي
الناس ما عارفينش الله يميتوا، ولكن الان ملي الناس يعرفوا على الاقل المعلومات يوصلوا للناس ويكون تنظيم ويكون اشياء. عندنا الحمد لله ما نشربوا في المغرب، عندنا الفواكه، عندنا المسائل كلها. العجز النساء والرجال اصبحوا عاجزين، الرجال ما بقاوش يقدروا يعمروا اتاي، ولا النساء قدروا يعمروا العصير. ما تعصروش كاع، حتى الليمون ما تعصروش، كلوه ليمون هكا كلوه. ومع ذلك يخليوا المنتوجات الطبيعيه وكيمشيو للمعلبات هذه الغازيه اللي ما فيها حتى شي حاجه وهي اللي كتهلك المعده. يعني كاين واحد شويه ديال التهور تما، يعني انا ما بقاش العصر التهور، راه العولمه وراه الاتفاقيه سيرين كيتسناو بواحد السرعه صاروخيه، راه الا ما حفظناش الوطن ما بقاتش القوات المسلحه الملكيه هي اللي غادا تلعب الدور ديالها. راه قوات المسلحه الملكيه حاضيه الحدود الحمد لله، راه مقاده المسائل الامنيه ما كاين حتى مشكل. راه خصنا جيش اخر ديال المستهلك اللي هو اللي خصو يحارب دابا الغرب بالمنتوجات ديالو اللي غادي يدخل. خصنا جيش ديال المستهلك هو اللي وعاد جيش العلماء اللي غادي يعرفوا بعد على الاقل المنتوجات ما بداخلهم. هذا المشروب شاي تا يعني ما شاء الله تا هو دخلوه في اللائحه السوداء. اطباء يقولوا للناس ما تشربوا الشاي لانه يعني كيشد الحديد وما كيخليش الحديد يمشي، وعاد لك انت اللحم يا سيدي الا شويتي اللحم دير معها اتاي ولا البصله الحمراء هكا احسن مني ومن من من, من الاطباء. هاد المغاربه كيتعام راه كيعملوها الناس كيشوا اللحم. نعم شوي كل لحم شوي فوق منه اتاي، لا الشاي خسر حيت سمعوا في اوروبا ان ليطانا كيلاطيو الحديد قراوها لهم بالميكيوات وبدوسر، وحيت فرنسا ولا قراها لي جاي يعني صوره البقره عنده ما كاينش ما تغيرش. يا سيدي الحديد اللي غادي يشد الشاي قليل جدا بالنسبه لكميه الحديد الموجود، قليل جدا. نعم يربط الحديد ولكن يربط قدر قليل جدا. فالشاي لازم تشربوا شاي صباح مساء وطول النهار، لان سمعنا بان حتى الصين والسايلان في الهند اخذوا يرشون الشاي دابا بالمبيدات. يلا سمعت انا يعني الخبر عاد وصل حتى الشاي ولاو فيه مبيدات، لكن على اي ما يمكن فعلوا راه الناس كيشلوا شويه تيغسلوه ولا حاجه يشوخه ما كيقضيش، ولكن يزيل واحد الثلث اذا كانوا في هناك مبيدات. ولكن الناس الخطر اللي احنا عليه ما تيعجبناش هو السكر الابيض، السكر هذا اللي كتحلوا بياتي هو ليس سميته سكر ابيض انما سميته السم الابيض، انا اسميه السم الابيض، تضعون سم مع هذا الشاي. ولكن المغاربه داو على تيحلو عاد المناطق اللي عندهم المحار شويه بحال جمعت ولاد عبوب رشيد سطات البروج هذوك المناطق اللي فيهم الماء الحار من حتى دوكا ولا الماء المشلوقي، هذو اللي عندهم الماء الحار كيديروا كميه كبيره ديال السكر في الشاي باش يلاه المذاق ديال الحلاوه يبان. بحال مثلا في فاس عندهم المحلو، الناس كيحليو البراد مثلا ديال هذا ديال 12 كاس اللي كتسميوه انتم 12 كاس كيعملوا فيه اربعه ديال القطعات كبار ديال السكر. عندكم انتم عند كولا عندهم كاين مناطق فيها المحلو، ولكن في الشاويه على الخصوص المشلوق كيعملوا سته ديال القطع وما تيحلاش اتاي. شوف شحال ديال الكميه، 50% ديال الكميه السكر زايده، لان المحار ما يحلاش الشاي دغيا. وهذه الامور